طيب، بالحلقة الماضية كانت هيك حلقة روقان راس. هلأ الحلقة هذه عاوز شوية تركيز، لأنه جايين على الكوكب اللي اسمه هيلاتو. كنت قاعد عم بطلع شو في عليه مركبات، وعم بطلع إنه في عليه فضة، وعم بقول لحالي ما شفنا ولا كوكب عليه ذهب. ماني متذكر شفت كوكب عليه ذهب، يمكن ما انتبهت له مش عارف. فعلى كل حال بدنا نحن ننزل بالانشنت Ancient Ruins. شكلنا حنمتلك قوة جديدة يا معلم. أنا شايف إن شاء الله تكون الشمس، تعال نشوف، إن شاء الله ما تكون معتمة، ولو معتمة راح أنام ليلة، ما راح أطلع من السفينة. Landing site is clear. Let's head down. Wait. Sorry. Thinking of something else. Wait. هذا هيلا وين ولا تو؟ لحظة لحظة لحظة. Wait. إحنا وين نزلنا؟ نزلنا على كوكب الغلط. بلا هيلا تو. ليش لما نزلت عليه أعطاني اسم آخر؟ يا هذا الكوكب الثاني. هي الكواكب بتترقم بحسب المدار حول الشمس، فهذا أقرب واحد هيلا 1، هذا هيلا 2، هذا بده يكون هيلا 3، هيلا 4 هون، هذا 5، ويت هذا هيلا 4. أني هاو، المهم في علينا أكثر. لحظة يا all your visions involve kittens and rainbows. What? Something you need? ما بدي شي يا سارة. لا alright. وين أندريجا؟ أندريجا تحت كنت نايمة ولا عم تاكل طعمية؟ أوه هذا بعده عم يقع، بعده موجوع. وقعوا لي اياها على الارض. بس هلا هتعرف اقلبها، هاي المشكلة، هتعرف كيف بتنقلب. طيب يلا حطيناها. فعم بقول لي انا هلا هون في عندي كرامبينج، وهاي بتمنعني اني اكسب اوتو ريكفري، فعاوز اشفيها. معلش مضطرين انه نشفيها قبل ما نطلع من هالمحل هذا. وين هي البويزنينج؟ هذه بويزنينج. الله بعيننا انشفت. حلو وبوستد كمان. لحظة ليش الساعة؟ ما عم بنتبه على الساعة. وات ليش في الساعة هون؟ تعال نشوف لدغة العقرب. شو قصتها هاي؟ كابتن سميث، هلو. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. ليك، اوكي. هذا هون في بحر. ولا بحيرة هاي. سيلفر. هذا الجاذبية عليه قوية هون. على كل حال أنا مش جاي لحتى لكل هالشغلات هاي. إحنا هبطنا بمكان. وين شفنا جنبي؟ هيا هون صوب صوب الشرق. بس عم بطلع على المعادن هاي. المعادن اللي شكلها غريب. زي كأنه في حضارة أخرى اجوا صنعوا هالأشياء هاي. وهذا شو هلا؟ هذا شو وضعه؟ ويت أنا ليش عامل هاي؟ المشكلة أنا هون بالسكانر فاتح القطر، بس عاوز أجهز بهاي.
هذا شو وضعه؟ قاعد عم بهز ذنبه. Clearly some connection to the creatures in the area. What that statue? Mean? Which statue? في تمثال عم بتقول لك إله علاقة بالإيش؟ بالcreatures المخلوقات. ما فهمت شو اللي قلت لي إياه. خلينا على هو في كذا واحد. طب لحظة أنا ليش بدي أجي أخذ الطريق هاي؟ فيني إني أتجنبهم، ماني مضطر أفوت بأي معركة معهم. إذا فيني أتجنبهم بتجنبهم، أنا ماني عارف أصلا قد إيه قوتهم. وما فيني أعمل له سكاننج يعني بعيد، لازمها أقرب 10 أمتار منه. لأنهم Ancient Ruins. اوكي هتجنبهم قدر الامكان، ماني بحاجة افوت باي هيك عدم جاذبية تقيلي، يعني حتى الصخرة هاي الصغيرة. وي ما بدي هلا افوت بمعركة انه في كذا واحد. Find the scorpion sting. هدول اشكالهم مثل العقارب هني. Find the scorpion. Right. Oops. What is here? Dina. بس تقدر حتى آخذ نظرة عن المكان كلياته. Wait. هاي هون إيه؟ شو هاي الأشكال؟ منيح إنه الشمس طالعة. هذول قد إيه بعدهم؟ فيني أعمل لهم بدي أعرف على القليلة هن مسالمين ولا عارف. هي هي ويت شو هذا الشكل؟ لحظة شوي. شو المفروض أعمل هون؟ ياب مثل ما لما رحنا أخذنا قوة الجاذبية بهذيك المرة وما كنت فاهم شو لازم أعمله. وأفتحت الشعاع ما صار شيء. تنويم مغناطيسي. وي وات لحظة في وي شو هذا؟ في شيء طالع على الشاشة قدامي. تعال نجرب نضرب المغناطيس الجاذبية تبعتنا. Find the sting. لحظة تعال نفوت نشوف إذا فيني آخذ معلومات أكثر عن شو اللي المفروض أعمله هون. Hide the scorpion. The scorpion sting. هل لازم أسمح لهذول الحيوانات إنهم بيلدغوني مثلا؟ في عندي عقارب هيّا، حتى السهم عم بيقول لي روح عليهم. هل لازم أخلي هذا الشيء يلدغني ولا في إشارة تانية لشيء آخر؟ لحظة هون في إشي. هاي إياها أنا، هاي شايفة. هاي شو؟ وات وات لحظة قال لي إيش عليها. أكتيفيت. شو صار؟ ما صار شيء.
طيب لحظة شوي. وطيرنا الحيوانات هاي. هلا شو بيعملوا؟ بيهجموا علي ولا لا؟ سكاند تريتوريال. اوكي يعني لا تقرب عليهم. بس هاي شو بعمل فيها؟ عم بقول له اكتيفيت ما عم بيصير شيء. في شيء عم بيصير؟ في نقاط عم بتحرك. هل لازم اغير شيء احط شيء؟ في شيء ممكن ينعمله؟ اوه ويت، هذا مش كان بالنص؟ لحظة، هذا هون شكله مثل كما لو انه عقرب، فيمكن تكون هاي اللدغة هون. مفروض ان اجيب الضوء على المكان هذا. interesting. طيب لحظة، انا اصلا مش عارف كيف بحركوها الا اذا لازم اني اوقف من الجهة الثانية. انا مشكلة عشان هدول قاعدين جنبي ماني مسترجع اقرب عليهم. لحظة شوي، لازم اكون واقف من هون، وهلا من هون في انا احركه يمكن. alright، شايف في عم بصير. طيب قاعد عم بطلع ولقيت ان انا في عندي هون اربعة، في عندي اربع دواير فيني اتحكم فيهم. ف هاي هي، بدي احرك الشعاع، بدي اكون واقف هون كما يبدو واشوف كيف فيني احرك الشعاع. بس بصراحة خايف لانه هذول وراي وما بدي. اوكي هلا هاي شو؟ شو بنعمل لها؟ بدي اروح الحق يمكن تعال نشوف شو اللي قال لي اياه. Go to the last star of the Scorpius constellation. Okay. A light is shining through the point representing the star of Oborum. نروح على أوبورم هلا. ايوه بس هيك، هذا هو اللغز وهذا هيك لحتى اوصل له. بس ان شاء الله يسمح لي، لانه هلا راح امر بكلهم هدول النجوم انا يعني مالق فيهم. طب عارف شو، تعال نطلع. خلصنا من هون. ما عاد عندي، بدي ابعد عنهم. ما بعرف قد ايه قوتهم انا. بس Do you see anything useful? صح. Anything useful؟ ما دام فيني اقرب عليهم 50. لا زيح عنهم. هون شو في عندي؟ لكان بس هيك طلع قصتها هاي. فيني بعد هيك يعني شو عم بصير هون؟ اندريجا طالعة بدون هيك مثل ما هي بدون بدلة. ويت
اوكي هذلك عملنا لهم سكانينج، فاحنا هون عملنا سكانينج صاروا 75. مظبوط، انت عاوز تعمل 6 سكانينج للحيوانات او النباتات لحتى توصلها لل 100%. سوري 6 ولا 8. هون عملنا 6 بعد في 2. على كل حال هذا اللي عملناه بهالكوكب. ممكن واحد يقعد يكفي فيه صراحة. كل كوكب بحد ذاته فيك تقعد يعني بكل كوكب بالساعات. المواقع اللي فيه والاشياء الموجودة فيك تعملها تستكشفها. بس انا هيك عاوز اتمشى اتفرج عليه. يعني مش كل مرة بيجي على كوكب مثل هالشكل. بعدين الشمس مبينة بالسماء. انترستينج. عن جد لهلا يعني باستثناء اكيد الكواكب اللي هي فريز ديب فريز بتكون بارد كثير وما فيها شيء. الكواكب اللي فيها حياة او بشكل عام معظم الكواكب ما بتشبه بعضها. هون عم بتطلع الشمس من وين جاي مش عارف. عم بحاول افهم. طيب تعالوا لحتى خلصنا من هالكوكب هذا هون. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Any adventure you can fly away from. التركيز على القصة الأساسية بعدني. Is it weird that I still get nervous around you? We're literally best friends after all. كنت فاكر انه هنعمل شيء اهم من هيك بهالمكان هذا. لنشوف هلا اذا اللعبه بتخلينا. يا فلهلا يعني متجنبين ال done. لحظة يا معلم لحظة. متجنبين ال ليه كنت فيني ارفعه هذا؟ يا شيلد اوف لاين مظبوط. لحظة هات لنا ارفع الشيلد. ما بتعرف مين ممكن يهجم علينا. هدول الكويكبات فيني اعمل فيهم شيء؟ هذا شو اللي عم بيصير بالضبط؟ مين هذا؟ وينه؟ هو في كذا واحد. ويت لو كان واحد بس ثلاثة عم بيستقوا علي. نو والله مع السلامة. تعال نشوف وين عاوزني اروح. وين هذا اسمه شو قال لي؟ أبرم. اوكي ياب مش بروكسيما برايم. سيت كورس وجمب ومع السلامة. بس ان شاء الله ما حد يضرب علي. يا مع انه انا لازم افوت ب شو بدك بعد؟ The Hunter. شو بده مني هذا؟ بقول لي اتخذ القرار الصح انه هو سمح لي اني اهرب. Surrender or be destroyed.
What do you mean? شو عم تحكي؟ Oh, please. Did you think I couldn't have found you again? Extinguished that little spark of competition for the artifacts before it grew stronger. I wanted to see what you would do. And I haven't been disappointed. بدي اعرف انت مين. ما في عندهم خيار فيني اسأله انت مين. اقول له انه الحارس اكيوليوس بعتني حتى افهم شو يعني معنى اليونيتي, شو معنى الوحدة. عاوزني انضم لإله. I come in peace. And think of it as a ceasefire meeting. You're one shot at getting those answers you must desperately want. طيب. عاملين هدنة عن إطلاق النار وكل إشي, وعم بيدعوني إني أنضم لإله مع السفينة. Ceasefire meeting. نبحارب يعني أصلا. Not a bad description, actually. We'll explain when we meet in person. أيوة, لا هذه حلقة مهمة هلأ هون. ومين اللي قال فيه إذا واحد Starborn تاني قال بيضمن لي سلامتي. Let's just say your encounters with our kind have not been pleasant, but we are here to talk, and you deserve answers. Our kind? عم بيحكي بلهجة كما لو انه جنس اخر, حضارة اخرى, شعب اخر, مخلوقات اخرى. Our kind. Fine, I am interested. We'll be docking. Good. See, we can all get along. For now. لا, هاي حلقة عاوزة مزاج عالي, عاوزة تركيز عالي. ثواني, بدي اخذ استراحة بسيطة وراجع. ليفل 17. خلاص, خليني أول شيء أقرب على السفينة شوي. لوك, بدي أقرب عليهم. Our kind, بقول لك يعني الجماعة شو, منهم بشر؟ شو هني؟ نو, هذا الاجتماع عاوز تركيز. بعدين وين الدوكينج تبعهم؟ إذا أنتوا يعني سفينة من حضارة أخرى, كيف فيني أعمل دوكينج معاكم؟ ليك وين هاي بتصير؟ بأي منطقة من السفينة؟ Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Didn't smudge the paint. Can I help? Retrieve waiting followers. Set mission active. لحظة يا معلم. مين هلا بده يجي معي بهالقصة هاي؟ شو يا سارة؟ وين احنا هلا ارتبطنا؟ وين فتنا هون؟ وين نعم يا جماعه هذه. Yeah, what is it? What is it? شوفي فوق راسك. تعال نشوف مين ال هيك هي خلصناها اليونيتي. In their footsteps. ورا خطواتهم يعني. Talk to the hunter. اسمه the Scorpius, العقرب. Time to get answers.
أنا بالمناسبة ما عندي فكرة إذا قديش مقربين على نهاية القصة، ولا عندي أي أدنى فكرة. ما اطلعت بأي شروحات ولا بأي جايدز، ما بعرف وين صرنا بالقصة الرئيسية هون. بس بقول لي ريتريف فولورز. مين فولورز؟ Did you need something? نوب، خليك معي. مين بده يجي معي؟ Sure. ولا I've got a minute. ولا ما أخاطر فيك، أخاطر بهذا. مش عاوز أخاطر معك، أطلعك على السفينة هاي يا أندريجا. Ever since we talked about the Battle of Cassiopeia, I can't get what happened out of my mind. هذه عاوز تحكيني بموضوع تاني. لحظة يا سارة، هلا مش وقت قصة الباتل اوف كاسيوبيا هاي، ولا أخذ معي هذا. Your Eminence. بتحبيش تشوف؟ I'm in the mood for a mocha macchiato. هذا عاوز يشرب هلا. Back to work then. No. أخذ بارد معي. مين في واحد؟ أنا actually فيني إني أفوت أشوف ال إذا بفوت على السفينة وبعرف كل واحد قدي قوته شو إمكانياته. باريت شاطر بالإشي اللي له علاقة بالسفن أكتر. هدول مش معي هلأ. سارة فيني أقل، بس سارة عاوزة تحكيني هلأ بشغلي مش فضيلة لسارة. رح اخذ ال بعد رح اخذك انت معي شغله غريبه. You're looking as glorious as ever, Captain. Follow me for a while. Right away. Your magnificence. بعد افرجيك الماجنيفيسنس. Yes, you need me. انت خليكي هون، ما تروحي محل. لا احنا الدوكينج. ويت من هون. يا بتاخذ استراحه هيك صغيره وراجع. طيب استراحة هيك على السريع، وروح تكتر تشرب شوية مي كمان لحتى نفهم بالضبط مرحلة كتير مهمة بالقصة. هاي هون. أيوة تعال يا معلم تعال. من بين كل اللي من بين كل اللي معاي جبتك انت بس عشان تيجي تشوف. ليك حتى السفينة مصنوعة من المعدن تبعهم هذا. نو نو نو، هدول يا اما منهم بشر يا اما بشر، بس في نظرية من النظريات اللي قالوها، ما بعرف مين اللي قالها، انه احد البشر انفصلوا من زمان وانتقلوا لمكان آخر وانعزلوا عنا وتطوروا بسرعة أسرع أو أكبر منا. نعم، في شخصين، في الهنتر وفي واحد تاني معاه. Hello again. ماله هذا؟ Do you remember the emissary perhaps and their ship, the Helix? Oh. I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Okay. بقولوا إنه مش من الحكمة إنهم يضلوا يعملوني بالقوة. تمام. احنا بالاساس كل اللي عاوزينه انه نتكلم مع بعض، انتوا اللي هجمتوا علينا. Yes, we did. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster.
For whom, exactly? I say whoever can collect them should. كانوا عم بيحاولوا يحذروني. أنا عم بيحاولوا يحذروني من إشي بس. بس انتو عم بتدوروا بدواير ومش فاهم. انا عاوز اعرف شو معنى اليونيتي هاي. Yes. Let's talk about what really matters. Yes. احكولي عن اليونيتي. The unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. So, I gotta say, this part is more awkward than I thought. Hiding my face was way easier. What? Sam? لا يا معلم, stay silent. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who ran to the Eye. I left you behind to protect the artifacts. And the Hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts. And they opened the way to the center of my universe. And the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds. Including yours. Wait, nothing to see. في مجال ارجع اعد لي هالحوار هذا مرة تاني؟ بعد ما مات رجع ولد. نفس الفكرة اللي شفناها بمذكرات الحاج. عم بيرجع بين ولد. بصير اقوى. وبقول لك بحياة اخرى. ما بعرف مين اللي مات, انا اللي متت ولا هو اللي مات. وهو اللي كان عم بجمعهم. I need to see it for myself. مش فاهم شيء. And that's the problem. All the artifacts are needed to complete the armillary. And open the way to the unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples. The anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? He Paraculius, no way. نحاول نفهم القصة هلأ. ناس عم بيموتوا بيرجعوا بينولدوا مرة تاني كستاربورن.
باتمان انت مفروض تكون رجل سلام، تحولت لوحش. بعد ما انا فاهم شو اللي عم بيصير بالضبط. Oh, say what you really mean. That if what you're seeing is true, that means anyone can act the way I do. See things how I see things. You say I can't be the same man as Aquilus. You're really just talking about yourself. The real monster lives within us all, doesn't it? You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. هن الاثنين الظاهر عم بتخانقوا مع بعض، بحيث واحد منهم من خلالي او من خلال الارتيفاكتس اللي معي بفوتوا على اليونيتي هاي وبرجعوا كما يبدو ببلشوا دورة زمنية جديدة. So if I help one of you we combine our artifacts. Okay, هن الظاهر معهم artifacts كمان. Bingo. I want a truce between all three of us. I will give you some time to think over which approach to the unity is the one you want. Mine with the hunters. Yes, let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you.